طيب. ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. الله أكبر. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه معصوم، والكلام هنا عام، لأن فتنة نكرة في سياق النفي فتعم، هي إذن أعظم من أي فتنة إلا من فتنة واحدة، وهي فتنة الدجال، فهي أعظم فتنة كما ثبت ذلك في الصحيح. ثم قال: أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. سبحان الله، الآن فيه ناس ليس لهم هم إلا طاعة النساء والرجحان مع النساء وتناسل الرجال. نعم، يقول مثلا في النساء يسميهن السيدات، هل هذا صحيح؟ عجيب، ليس بصحيح. السيد هو الرجل، وألف يا سيدها لدى الباب. أما المرأة فليست السيدة. إن قلنا إن أعطيناها هذا اللقب الشريف، إن أعطيناها هذا اللقب الشريف أعطيناها إياه نسبيا، نقول هي سيدة بالنسبة لامرأة دونها، أما سيدة على الرجال فلا يمكن أن تطمع في ذلك. إيه نعم. وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وروي أيضا: هلكت الرجال حين أطاعت النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أبي بكر: إن كنا صواحب يوسف. يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب، كما قال في الحديث الآخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن. ولما أنشده الأعشى أعشى باهلة أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب. ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وأصلحنا له زوجه. وقال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له. الله أكبر، الله أكبر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فصل في الأمثال العامية يقول: النساء يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، لأن اللئيم ما يبالي بها ولا يأخذ خاطرها ويهينها، والكريم بالعكس فتغلبه، لكن ينبغي الإنسان لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. فصل: أعياد الكفار كثيرة مختلفة. شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم هذا الكلام عن النساء والرجل لم يتزوج، سبحان الله، مما يدل على أن الله تعالى أعطاه عقلا كبيرا جدا. وربما يتكلم أحيانا عن الجماع، وأنه يعني يفرح النفس وفي كذا وفي كذا، وهو لم يتزوج. لكن الله عز وجل إذا فتح على عبده أبواب العلم والعقل استفاد كثيرا. اللهم افتح علينا يا رب العالمين. نعم.